أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تنظيم منتدى ومعرض البحرين للتأمين الصحي بنسخته الأولى المزمع عقده أواخر ديسمبر من العام الجاري في مملكة البحرين، برعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبمشاركة واسعة من داخل وخارج المملكة، وبحضور لافت لأعضاء مميزين في منظمة الصحة العالمية. حيث موسع عن أهداف هذا المنتدى شمله المؤتمر الصحفي الذي ترأسه عدد من منظمي المعرض الذين بيّنوا الأهمية التي ينبع منها منتدى البحرين للتأمين الصحي في نشر التوعية الشاملة للمشروع الوطني للتأمين الصحي، فضلا عن دوره الحيوي في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية المشروع وقياس أثره على الموارد الاقتصادية، إلى جانب خلق الوعي التأميني والتعريف بمنتجات التأمين المختلفة ودورها في حماية الأرواح والممتلكات والرعاية الصحية من خلال الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في تطبيق المشروعات المماثلة. إن هذا المؤتمر يعد نقلة نوعية في تناول القضايا المهمة في صحة المواطن الخليجي وبالخاصة مملكة البحرين، ويأتي كذلك في رسم السياسات المستقبلية من أجل رفاهية وتحسين المستوى الصحي لدى المواطن البحرين وفي نفس الوقت المواطن الخليجي. على اعتبار أن الخدمات الصحية اليوم أصبحت من أكثر المواضيع كلفة ماديا واقتصاديا، وعلى اعتبار أن المجتمع البحريني اليوم يتغير، فمن مجتمع شاب أصبح اليوم إحنا عندنا نسبة كبيرة من المسنين، واللي طرحت لنا مواضيع جديدة واحتياجات جديدة حق المسنين وتكلفتها الصحية المختلفة عن ذلك. نتوقع من هذا المنتدى أن يكون هدفه هو أول شيء التعريف بالتأمين الصحي، لأن هناك مشروع قائم إن شاء الله سيطبق في البحرين في خلال الأعوام القادمة، تأمين والضمان الصحي للمواطنين، فلا بد من تعريف بالضمان والتأمين الصحي للمواطنين وإزالة التخوفات. المهم أن احنا نقوم بشرح الهدف الرئيسي من هذا البرنامج الذي يعني راح تكون له أهداف أساسية وتضمن حق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية حسب ما هو مذكور في الدستور.